الموضوع المرتبط بمشروع قانون جنيد العسكري والذي هو أحد الإجراءات التي أعلن عنها في شهر غشت. كما سبق أن قلت، مشروع القانون أحيل على البرلمان، على مجلس النواب، وسيخضع للمسطرة العادية للنقاش، يعني سيناقش في إطار اللجنة، سيكون هنالك نقاش يقع في كما يخضع أي قانون للنقاش، تعبر فيه عن الآراء، يقع مدارستها، ثم بعد ذلك يرفع يعني أولا تعديلات، ثم المناقشات مناقشتها والبت فيها، ثم يرفع إلى المجلس العامة، ثم يذهب إلى المجلس الآخر. هذه العملية من المتوقع أن تستغرق على الأقل واحد يعني هذه الدورة أكتوبر، ويمكن حتى الدورة الموالية، على أساس توقع بالنسبة إلينا أن صدور القانون بعده سيقع اعتماد النصوص التنظيمية المرتبطة به. ولهذا في التوقع أن تنزيل هذا القانون سيكون في الفصل الأخير من سنة 2019، بعد استكمال كافة تحضيرات يعني كافة المراحل، استنفاذ كافة المراحل المرتبطة بالعملية التشريعية. هنالك مسار سيقطعه، والاستثناءات واضحة في القانون، وسيقع الحرص على احترامها.